كل يوم يستيقظ الفلسطينيون على خطة إسرائيلية تسعى لإحكام السيطرة على القدس وما تبقى من فلسطين. فاليوم استيقظ الفلسطينيون على نبأ خطة وزير الاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي نافتالي بنت التي تسعى لهدم الجدار الفاصل وضم المناطق المصنفة جيم إلى إسرائيل. هي خطة قديمة جديدة، بحيث أن البرنامج السياسي للحملة الانتخابية لحزب البيت اليهودي يعتمد أساسا على هذه الخطة، والتي يطرحها نافتالي بنت كبديل عن مفاوضات السلام وكبديل عن اتفاق سياسي. تقول الخطة بضرورة ضم المناطق سي المصنفة سي لإسرائيل، على أن تقوم إسرائيل بمنح الفلسطينيين الهوية الإسرائيلية على غرار ما حصل في القدس 167. أما بالنسبة لمواطني المناطق المصنفة A و B فيتم منحها صلاحيات حكم ذاتي محدود تحت ظل مظلة أمنية إسرائيلية يشرف عليها الشباك والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وتدعو خطة بنت إلى إعطاء حرية الحركة الكاملة للفلسطينيين، بما في ذلك رفع جميع الحواجز في الضفة الغربية وهدم جدار الفصل العنصري من أجل ضم المناطق المصنفة جيم إلى إسرائيل، وبالتالي منح مواطنة إسرائيلية ل700 ألف فلسطيني يعيشون في هذه المناطق. والفلسطيني لا يبحث عن أنه يتحرك هنا هناك بقدر ما يبحث أنه يخلص من موضوع هذا الاحتلال. نحن لا نقبل بأقل من دولة فلسطينية على كل الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وأيضا عودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار 194. خطة بنت هذه يدعي أنها ستؤدي إلى استقلال في الحكم وازدهار اقتصادي للفلسطينيين، ولكن السؤال الأهم هو أي دولة فلسطينية هذه التي ستقام على أقل من 10% من مساحة فلسطين التاريخية؟ عقب انهيار جهود المفاوضات، يتنافس المسؤولون الإسرائيليون على ابتداع مخططات أكثر تطرفاً من سابقاتها، تسعى لكسب رضا اليمين الإسرائيلي المتطرف على حساب الفلسطينيين من خلال نهب المزيد من الأراضي وتدمير حلم الفلسطينيين بالدولة. من رام الله المحتلة، نبال فرسخ، رؤيا.